لا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الاعجاب. حل مشكلة اليو اس بي فلاش اللي مش مقرية عندي على السويتش. يعني ركبت اليو اس بي فلاش بتاعتي في السويتش ولقيتها مش مقرية، مع العلم ان في فلاشة تانية شغالة. يعني عايز اقول ان اليو اس بي بورتس ما فيهاش مشكلة. المشكلة في اليو اس بي فلاش دي اللي بيخليها ما بتتقريش معايا، لازم نوع الفورمات اللي على اليو اس بي فلاش يبقى فات 32 او فات 16، ما يكونش انت اف اس، لان ده دائما 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 الفلاشات بيكون معمول لها فورمات بالانتي اف اس دائما. فكل اللي بعمله ان انا بحط الفلاشة على اي بي سي وبضغط كليك يمين عليها وبعمل لها فورمات وبختار فات 32 بس كده.